16 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في حادث اصطدام شاحنة بعدد من السيارات في معتمدية فوسانا، والإذن بفتح تحقيق بشأن هذه الحادثة. القضاء على إرهابيين في عملية عسكرية وأمنية استباقية في حي الكرم بالقصرين استشهد فيها مدني. غلق قائمة الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء والثاني من سبتمبر موعد فتح باب ترشحات لعضوية المجلس. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأخبار. على رأس أحداث النشرة، الحادث المروري المروع الذي أفاقت عليه ولاية القصرين، أوجاع عميقة، 16 قتيلا و85 جريحا. الندوة الصحفية لوزارة الداخلية أوضحت أن هذا الحادث لا علاقة له بأي شبهة إرهابية، في حين تحفظ الناطق الرسمي باسم الوزارة تحفظ على عدد من المعطيات والتفاصيل بخصوص هذا الحادث، وكذلك بشأن العملية الأمنية الاستباقية التي أردت فيها القوات الأمنية إرهابيين 2 قتلى. 16 قتيلا و85 جريحا تم توزيعهم على عدد من المستشفيات. تلك هي حصيلة الحادث الذي جد صباح اليوم مثل اصطدام شاحنة بعدد من السيارات بمنطقة خمودة من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين، حسب ما تم إعلانه خلال ندوة صحفية بوزارة الداخلية. تسجيل 16 حالة وفاة، 14 على عين المكان، واثنين متأثرين بالإصابات نتاعهم بالمستشفيات، 85 مصاب منهم 14 حالة خطيرة، تم تحويلهم إلى المستشفيات المجاورة. عند الوصول على عين المكان توليت الوحدات نتاعنا إخماد الحرائق، تخليص المصابين والجثث من حطام السيارات، إزاحة السيارات من الطريق العام، وإرجاعها الحركة المرور إلى وضعها الطبيعي بالاستعانة بعدد 2 آلة تراكس تابعين للخواص. خسائر المادية اشتعال كلي ل 15 وسيلة مدنية، اشتعال الشاحنة المتسبب في الحادث والمحملة بالإسمنت، تضرر حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين، وسقوط العمود الكهربائي. ونفت وزارة الداخلية وجود أي خلفية إرهابية لهذا الحادث الأليم، على أن تحقيقا فتح في الغرض مع تواصل الأبحاث التي لم تكشف بعد عن هوية السائق، على أن الشاحنة كانت تحمل لوحة منجمية أجنبية. لا علاقة له بعملية إرهابية، إذا كان جد فما عملية إرهابية السوق كان موجود بجنبه، كان في عوض يكمل قدام في الكياس، كان ينجم يدخل السوق كريم إذا كان عنده نية نتاع عملية إرهابية. دونك لا علاقة، هذا معاينات نقولوا احنا الكاميون طاح له الهواء، معناتها ما عادش فما فرانجه جبنا واحده. الحادث جد بالوطنيه 17، هذه طريق وطنيه يجيبوها الكبين، يجيبوها جميع انواع الوسائل. ومن المنتظر ان يتم في وقت لاحق دراسه امكانيه تغيير اماكن الاسواق الاسبوعيه تجنبا لمثل هذه الحوادث التي تذهب بارواح الابرياء. أما عن العملية الأمنية الاستباقية الاستخباراتية التي انطلقت منذ منتصف الليل إلى حدود 7 صباحا، فقد أسفرت عن مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على عنصر ثالث. تحفظ الناطق باسم الوزارة ياسر مصباح عن الكشف عن هويته إلى حين استكمال التحقيقات. تم القضاء في مرحلة أولى على العنصر الإرهابي الأول، وبعد قعد العنصر الإرهابي الثاني، وقعدت نوع من إطلاق النار المتبادلة معه، بعد هو خرج وأطلق النار بصورة بعد ما أيس أطلق النار بصورة عشوائية، مما تسبب في مقتل الشاب الله يرحمه، نحب نترحم عليه. بعد في مرحلة لاحقة اليوم تم القبض على عنصر آخر ذات علاقة بهم، لا يمكن نكشف عن هويته لأنه الأبحاث مازالت متواصلة، لها ارتباطات بعناصر إرهابية موجودة. والعنصر الأول اللي تم القضاء عليه كان شارك في جميع العمليات اللي صارت في القصرين. داعش. الأبحاث الأولية أثبتت أن هذه العناصر الإرهابية هي على علاقة بعناصر إرهابية أخرى، وكانت تخطط لاستهداف مواقع أمنية وعسكرية في القصرين. إذا نعود إلى صورة الحادث في القصرين. السوق الأسبوعية بخمودة من معتمدية فوسانا بالقصرين كعادتها من كل يوم أربعاء تضج بالباعة والمتسوقين، وفجأة على الساعة 8:15 صباحا
حلت الكارثة. تفاصيل أكثر مع مراسلتنا من القصرين نادير تيبي. صورة الحادث تمثل في اصطدام شاحنة من النوع الثقيل وحمل بكمية من الإسمنت في مرحلة أولى بحافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقصرين إثر عطب في مكابح الشاحنة تسبب في انحدارها وارتطامها بالحافلة المذكورة. وفي مرحلة ثانية اصطدمت الشاحنة بعمود كهربائي للضغط العالي مما تسبب في سقوطه على عدد من السيارات واشتعال 15 منها. حسب المعاينات الأولية اللي أمكن لوحداتنا المنتصبة على عين المكان من جمحة تبين كونه شاحنة ثقيلة معناتها محملة بالإسمنت وهي أجنبية كانت قادمة من مدينة تالا فقد السائق متاعها السيطرة تماما على الفرامل وفي وجود منحدر داخل بلدة خمودة لم يعد قادر تماما على التحكم في قيادتها. الحادث تزامن مع السوق الأسبوعية بمنطقة خمودة وأسفر عن وفاة 16 شخصا 14 على عين المكان وحالتين متأثرة بإصابات بليغة بالمستشفى الجهوي بالقصرين. من با كيلومتر بعيد على السوق شوي يتسيب الفراغ يدخل الكراهب دز على الكراهب وعلى الكيران خلف المطور تاع خمودة يعني. عمل كيف تشوف النار وتشوف الكراهب فاش مفحمه ولا مفحمه السوق ما هيش بلاصته. انت كي تطلع لهنا وتجي تلقيه البلاصه هذه كان تطلع على بسكليت فلا مش تجيك من نجمش خلي بالشعب تصيمي تعملون يعملوا علينا اكبر مزيه يشوفونا حل في اقرب وقت. الصلاه المعنيه كتجهيز اسكان يعرفها هذه نتاع السيميات يعملنا حزاميه واحد قدام مركز عرس علاش علاش يا خويا شوفونا حل يرحم والديكم. اهالي منطقه خموده اكدوا وفق تصريحاتهم حاجه المنطقه الى طريق مهيئه تضمن السلامه للجميع. وبشأن هذه الحادثة قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن رئاسة الحكومة أذنت بفتح تحقيق في الغرف. قدموا تعازينا إلى أبنائنا من الجيش وكذلك الابن اللي جاته يعني رصاصة ضائعة وكذلك أيضا الشيء اللي وقع أخيرا يعني حدث يعني مدني ثم أموات ونقدموا تعازينا لعائلاتهم ولكن هذا قضاء وقدر. لكن السيد رئيس الحكومة أعلمني منذ حين وأنه آذن بفتح تحقيق في الموضوع هذا حتى نحدوا المسؤوليات. وقد توجهت وزيرة الصحة سميرة مرعي في رعاية للمستشفى الجوي للقصرين للاطمئنان على حالة المصابين والاطلاع على وضعية المستشفى من حيث التجهيزات والبنية التحتية. وقد أكدت الوزيرة أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الخصوص. إذن مع الوجع كان الأمل والنصر حاضرا حيث عاشت مدينة القصرين أيضا على وقع عملية أمنية استباقية انتهت فجر اليوم بنجاح حيث أطبق الأمن والجيش معصارهما على إرهابيين اثنين أسقط قتيلين بمنزل كان يقطنانه وقد استشهد مدني في هذه العملية. عملية أمنية عسكرية نوعية بحي الكرمة من ولاية القصرين تسفر عن القضاء على عنصرين إرهابيين أحدهما يدعى جهاد لومباركي والثاني يدعى أسامة المحمودية كما أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث يشتبه في صلته بهذه المجموعة وحجز سلاحي نوع كلاشينكوف ورمانات يدوية قامت القوات العسكرية بتفجيرها على عين المكان. رجل في الدار رجل برا نسمع في كرتوش الحومة مع ساعتين تقريبا خرجت برا لقى الحاكم يجي وقالوا ثم جماعة الهيب وشنو هنا خرجنا برا جي للحوم هنا مع الجماعة الكل هيك هم الساعتين خرجت على الصباح. وخلال اشتباكات قواتنا الأمنية والعسكرية مع العنصرين الإرهابيين المتحصنين بمنزل بحي الكرمة أصيب أمني إصابات خفيفة واستشهد الشاب مطلق العدود الذي تلقى رصاصة غادرة من سلاح عنصر إرهابي على مستوى القلب. نادي أرشيبي للتلفزة الوطنية التونسية القصرين. ولدى تحول إلى القصرين ثمن وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني جهود المؤسسة العسكرية في مقاومة الإرهاب مؤكدا أن العملية الاستباقية في القصرين تمت بالتنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية. واجد هنا اليوم باش نهني جنودنا وعسكريين بالعملية اللي قاموا بها وهي عملية ناجحة وهناك نجاحات في عديدة منها في كفاح الإرهاب
وقلنا في السابق ونقول اليوم اللي هذه نجاحات ما يلزمش تخلينا نقولوا اللي منها الارهاب وفعل الارهاب مازال هي من عملية معقدة، هي حرب طويلة فيها نجاحات وفيها كذلك كلفة. والعملية نتاع اليوم هي بالتنسيق التام بين القوات الأمنية والقوات العسكرية، هي عملية ناجحة خاطر فيها كذلك هي من عملية مشتركة، وهذا كذلك هام جدا التنسيق بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. إلى شأن السياسي الآن، حيث انعقد في قصر قرطاج أول مجلس وزراء للحكومة الجديدة بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث الأليم الذي أودى صباح اليوم بحياة عدد من المدنيين وجرح آخرين في منطقة خمودة من معتمدية فوسانا في ولاية القصرين، وبتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الضرورية في الغرض. كما قرر رئيس الحكومة إرسال فريق وزاري مكون من كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة الصحة ووزير النقل على عين المكان، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. واستهل المجلس أعماله بمتابعة الوضع الأمني في البلاد والعمليات الأمنية والعسكرية الجارية التي تشهدها ولاية القصرين، مثمنا بسالة القوات المسلحة في دحر الإرهاب ومترحما على أرواح الشهداء العسكريين، إضافة إلى شهيد الطفل الذي قضى أثناء العمليات التي جرت اليوم. كما نظر المجلس في جملة من مشاريع القوانين تتعلق أهمها بإسناد منافع لأبناء شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية ومشروع قانون دفع الاستثمار، وصادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية مع كل من الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتطرق المجلس أيضا إلى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 وتزويد السوق والتحكم في الأسعار استعدادا لعيد الإضحى المبارك والعودة المدرسية. وتناول المجلس ظاهرة العنف داخل الملاعب الرياضية والسبل الكثيرة للحد منها بما يضمن سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في مؤتمر صحفي أنه تم غلق قائمة الناخبين للانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن فتح باب ترشحات لعضوية المجلس سيتم بداية من يوم 2 سبتمبر الجاري. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أنه تم غلق قائمة الناخبين لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء نهائيا، ولا يسمح للناخبين سوى تغيير مركز الاقتراع. يمكن فقط للناخبين تقديم مطالب لتغيير مراكز الاقتراع، وذلك إلى غاية يوم 2/3/2016. معناته إنسان يلقى روحه مقيد في مركز الاقتراع في كلية الحقوق بتونس ويحب يصوت في القاسرين ولا في سوسة، له الحق في تغيير مركز الاقتراع، لكن ما نجم نزيده حتى اسم. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد أنه لا يمكن فتح مكتب اقتراع بالقيروان نظرا لوجود 4 قضاة عدليين في الرتبة الثالثة بالجهة، وذلك احتراما لما وصفه بمبدأ سرية الاقتراع، مضيفا أنه سيفتح باب الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بداية من يوم بعد غد ويستمر على مدى 10 أيام. العشر أيام تعرفوا العيد الكبير هو دائما بالرؤية، نزلنا ما نعرفوش إلى حد اليوم هل سيكون يوم 11 ولا يوم 12. إذا كان العيد يوم 11 فإن الهيئة ستضيف يوم 13، وإذا كان العيد مش يكون يوم 13 مش نكمل العمل إلى غاية يوم 11 من الشهر. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال أيضا أن إيداع ملف الترشحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء يتم في المقر المركزي للهيئة أو في الإدارات الفرعية 13، وأن سحب الترشحات يتم قبل تاريخ 3 أكتوبر، داعيا الصحفيين إلى تقديم مطالب الاعتماد لتغطية انتخابات المجلس الأعلى للقضاء. إلى موضوع آخر الآن، الماء وما أدراكم هو الماء. تونس تسجل خلال السنوات الأخيرة تراجعا في نسبة الأمطار وتقلصا في منسوب المياه بالسدود. الموسم الفلاحي القادم يعد الأصعب حسب العارفين. على سبيل المثال، هنا بتونس الكبرى المنطقة السقوية ببرج العامري سجلت تراجعا في مستوى المنتوجات الفلاحية وتذمرا لفلاحيها من نقص المياه واهتراء شبكة الري. عبد الحميد فلاح من منطقة برج العامري يحاول جاهدا صيانة قنوات الري بأرضه، قنوات اهترأت وأصبحت تعيق وصول الماء إلى أرض ظمأ، حاله حال جميع الفلاحة بالمنطقة السقوية بهذه المنطقة. مزرعة توا سلك كي بيحضر ماتلي بالعطش، مية ما حبش تعاد. مزرعة معدنوس توا فوق الأرض، لازم في العيد يكون حاضر، تقريبا نصف كتار. العين ما كانش يتفرج فيا كيفاش تعاد.
مزرعة تتفنيرة واحدة كلها نزق من واد عندنا واد مالح زاد قتلها كيما عندنا تو عندي كلمة عندنا تحرق لي مع اللي تي السلك ما بقى شيء كل تحرق تو قداش عندنا تو جمعتين ما نقدرش عندنا نحن الناس معناها باش تستثمر في الفلاحة ولا تهاربة من الاستثمار في برج العامر الاخر خاطر من قلة المياه. خالد العياري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببرج العامري يؤكد أهمية الأراضي الفلاحية بهذه المنطقة والتي تمسح منها الأراضي السقوية حوالي 2500 هكتار أراضي غير مستغلة بسبب الإشكاليات المتعلقة بمياه الري. المياه صيحة فزاعة في برج العامري وحكينا عليها على مستوى تومر السنين نحكو عليها على الصيانة على المنطقة السقوية. احنا وعدونا بالتعصير المنطقة والتعصير المنطقة هذه والدراسات حضرنا فيها محاضرة ما رأنا في 2020-2025 الله أعلم. المندوب الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية منوبة أكد أن مشروع تعصير المنطقة السقوية ببرج العامري قدم في إطار المخطط الخماسي ما من شأنه أن يحسن تدفق المياه ويحل إشكالية الري لمختلف الغراسات. إطار هي مدروسة وجاهزة وتقدمت في المخطط الخماسي للتمويل وإن شاء الله معنا في المخطط الخماسي دي تلقى حظها في التمويل ونترقوا في الإنجاز. ذكروا بلاغ متاع المندوبية هو للأخوين الفلاحة أنه يعذرونا في معنى الأولويات اللي ضبطناها معاهم في تقسيط هذه المياه بالكمية المحددة منها باش نعطوا الماء للمستحقات بحول الله. إذا كان نقصوا برشا تبذير ونقصوا برشا ضياع ماء على مستوى شبكة ونعطوا مستحقات النبتة اللازمة بركة بحول الله بـ5.1 مليون نكملوا بهم الفترة هذه الصعبة. ويشار إلى أن المندوبية الجهوية للفلاحة بمنوبة بدأت في تطبيق الخطة الجهوية للتصرف في الموارد المائية المعتمدة للمناطق السقوية منذ الشهر الجاري والتي ستتواصل إلى غاية أكتوبر القادم. نبقى في الإطار نفسه 94% هي نسبة تقدم مشروع إنجاز سد وادي الكبير بقفصة الذي من المنتظر أن يكون جاهزا في موافى السنة الحالية. مشروع سد وادي الكبير يهدف إلى تغذية المائدة المائية بحوض قفصة الشمالية وحماية الجهة من الفيضانات وإحداث مساحات سقوية جديدة. تغذية المائدة المائية بحوض قفصة الشمالية وحماية مدينة قفصة من الفيضانات وأحدث مساحات سقوية جديدة على مساحة 5000 هكتار تقريبا هي أبرز الأهداف التي أحدث من أجلها سد واد الكبير الذي سيكون جاهزا للاستغلال موافى هذه السنة بطاقة استيعاب تناهز 25 مليون متر مكعب من المياه. طوله 22 متر فوق مستوى مجرى الواد و 23.5 متر قاع الحفريات، يعني احنا لتمتين اسس السد وقع حفر حوالي متر الى متر ونصف تحت الارض. طول القمه نتاعو 2006 امتار. مساحه الحوض السكب حوالي 3000 كيلومتر مربع. وبالنسبه لمساحه سطح الماء عند المستوى العادي للميلاد تقدر ب 428 هكتار. ورغم التعطيلات المتواصله التي شهدها هذا المشروع في السنوات الثلاث الاخيره الماضيه لاسباب عقاريه ومطالب تشغيليه فقد ناهزت نسبه تقدم انجاز هذه المنشاه المائيه الكبرى بجهه قفص 94% بكلفه جمليه في حدود 32 مليون دينار. السد هذا احنا ندرسوا فيه من عام 2009 ونتابعوا في الأشغال متاعه اللي إن شاء الله معناه قريب تنتهي في نهاية السنة هذه. هو جزء من المنظومة متاع التحكم في مياه السيلان اللي تهبط على مدينة قفصة. هو فرع من فروع واد بياش كما عندنا سيدي عيش من الجهة الأخرى ويتلقاو مع بعضهم، يعني سيد واد الكبير هذا وسيدي عيش. سيدي عيش متحكم فيه ديجا بسد قديم عنده 10 سنوات تقريبا يشتغل وأبقى هذايا. ولاية قفصة التي تتوفر سنويا على 100 مليون متر مكعب من مياه السيلان 80 مليون متر مكعب منها قابلة للتعبئة والاستغلال الفلاحي ستتحول مع استكمال إنجاز سد واد الكبير نحو التوظيف الأمثل لقطاع فلاحي واحد بالجهة. دبلوماسيا الآن وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي يؤدي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة عمل إلى تونس غدا وبعد غد وذلك قبيل تولي تونس رئاسة الدورة 146 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تنطلق أشغالها يوم 5 سبتمبر 2016 بالقاهرة.
وستكون الزيارة وفق بلاغ صادر عن الخارجية مناسبة للتشاور والتنسيق بخصوص مختلف المسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة، كما ستتركز مباحثات أبو الغيط مع أسامي المسؤولين التونسيين بالخصوص على سبل إنجاح جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي العربي وإصلاح الجامعة وتطوير منظومة العمل العربي المشترك. نبقى في الشأن العربي، حيث لم يتوصل مجلس الأمن الدولي لاتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا لاستخدامها أسلحة كيميائية بسبب تشكيك روسيا في الدليل الذي قدمته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. حال تشكيك الحليفة السورية روسيا في تقرير يتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية، حال دون توصل مجلس الأمن الدولي لاتفاق يقضي بفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت موسكو إنه لا يجوز لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية استخدام النتائج لفرض عقوبات، مضيفة أن المحققين لم يقدموا أدلة مادية. وكان تقرير للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألقى بالمسؤولية على القوات الحكومية السورية في هجومين بغاز الكلور وقع ماي 14 و 2015 و 2000 في مدينة إدلب السورية. على صعيد آخر، أفادت مصادر مرتبطة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الإرهابي بمقتل أبي محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم وقائد عملياته الخارجية في مدينة حلب، وأضافت هذه المصادر أن العدناني قتل خلال متابعته للعمليات العسكرية لصد الهجمات في المدينة. من جهته، أعلن مسؤول أمريكي أن غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها أحد قادة هذا التنظيم الإرهابي في حلب، مضيفا أن البنتاغون يتابع نتائج هذه الغارة. وعرف العدناني بدعواته لمؤيد التنظيم الإرهابي لشن هجمات فردية في الدول الغربية، وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة مالية هامة مقابل أي معلومات تفضي للقضاء على العدناني أو القبض عليها. وفي اليمن، تسببت غارة جوية لقوات التحالف بقيادة العربية السعودية في مقتل 16 شخصا من عائلة واحدة في محافظة صعدة شمال البلاد. يأتي ذلك في وقت عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث آخر تطورات الوضع في البلاد. قتل 16 شخصا ينتمون إلى عائلة واحدة في ضربة جوية استهدفت منزل العائلة في محافظة صعدة شمال اليمن، نفذتها قوة التحالف بقيادة العربية السعودية. وقد واجه المنقذون صعوبات كبيرة في انتشال جثث الضحايا بسبب استمرار تحليق طيران التحالف وتواصل غارته المكثفة على المنطقة، فيما أعلنت العربية السعودية مقتل أحد جنودها إثر تعرض موقع بمنطقة جازان الحدودية لقذائف من الأراضي اليمنية. وكانت إحصائية قدمتها أمس الأمم المتحدة أشارت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 10,000 شخص بسبب النزاع الدائري في اليمن. تطورات هذا النزاع كانت اليوم محور جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، أكد خلالها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تزايد العنف في هذا البلد أدى إلى تردي الوضع الإنساني بشكل كبير، محذرا من العراقيل والتحديات المتصاعدة أمام المنظمات الإنسانية الساعية للوصول إلى المناطق المتضررة. ودعا ولد الشيخ أحمد إلى الالتزام بوقف الأعمال القتالية لإعادة استئناف المفاوضات اليمنية وإلى تهدئة على الحدود اليمنية السعودية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش اليمني قادر على مواجهة التطرف. في المقابل، حمل مندوب اليمن إلى الأمم المتحدة خالد اليماني الحوثيين المسؤولية في مواصلة الحرب، مؤكدا رفضهم الحلول السلمية لإنهاء عام ونيف من الاقتتال في البلاد. في أكبر عملية إنقاذ للمهاجرين قبلة سواحل ليبيا، تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ أكثر من 6,000 مهاجر قبلة السواحل الليبية في يوم واحد. هم لاجئون قدم أغلبهم من إريتريا والصومال ونيجيريا وغامبيا، فخلال 40 عملية إنقاذ في يوم واحد تمكن خفر السواحل الإيطالي مدعوما بسفن تابعة للبحرية الإيطالية والأوروبية من إنقاذ أكثر من 6,000 مهاجر قبلة السواحل الليبية.
كما قال حرس السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ نحو 3000 مهاجر في مضيق صقلية خلال 30 مهمة إنقاذ منفصلة أمس، ليصل الإجمالي إلى نحو 10000 في يومين، ما يمثل تسارعا حادا في وصول اللاجئين إلى إيطاليا. أرقام كبيرة، لكنها جزء من موجة لجوء متوقعة من إفريقيا، خصوصا مع هدوء البحر الذي يغري اللاجئين لركوب المخاطر في قوارب مطاطية. وأشارت بيانات للمنظمة الدولية للهجرة أن نحو 105000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بحرا هذه السنة، الكثير منهم أبحر من ليبيا، وخلال نفس الفترة لقي ما يقدر بنحو 2726 من الرجال والنساء والأطفال لقوا حتفهم خلال محاولة القيام بهذه الرحلة، وأن هناك 275000 لاجئ ينتظرون في ليبيا من أجل العبور إلى إيطاليا. وتصنف منظمات دولية عام 2016 بأنه الأكثر خطورة على اللاجئين، وأن شخصا من بين 85 يفقد حياته في رحلة الموت على متن قوارب غير صالحة للإبحار يسيرها مهربون لا هم لهم سوى الربح. أقال مجلس الشيوخ البرازيلي رئيسة البلاد ديلما روسيف من منصبها بسبب مخالفتها قوانين الميزانية بعد استخدامها على نحو غير قانوني أموالا من بنوك حكومية لتعزيز الانفاق العام. وصوت 61 عضوا من أصل 81 لصالح عزل روسيف التي انتخبت عام 2010 ليتولى نائبها السابق ميشيل تامر الذي يدير شؤون البلاد منذ وقفها في مايو الماضي رئاسة البلاد حتى 2018 الفترة المتبقية من ولايتها. في أخبار الرياضة، يواصل المنتخب التونسي لكرة القدم بالملعب الفرعي بسوس استعداداته لمواجهة ليبيريا يوم الأحد المقبل بملعب المنستير في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها الجابون مطلع العام المقبل. وخصص الإطار الفني الحصة التدريبية التي جرت اليوم لوضع اللمسات التكتيكية الأخيرة لمواجهة ليبيريا. أعلن نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدولي التونسي حمدي الحرباوي لمدة عامين قادما من أودينيزيا الإيطالي في تجربة لم تدم طويلا. ويعد نادي أندرلخت خامس فريق بلجيكي يلعب لفائدته الحرباوي بعد أندية لوكيرن وموسكرون وفيزي لوفان. بلغت الأمريكية سيرينا ويليامز الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة المضرب إثر انتصارها على روسية إيكاترينا ماكاروفا بمجموعتين دون رد. وفي صنف الرجال تأهل البريطاني أندي موراي للدور ذاته بتغلبه على التشيكي لوكاس روسول بثلاث مجموعات دون مقابل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 13 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في حادث اصطدام شاحنة بعدد من السيارات في معتمدية كوسانا، والإذن بفتح تحقيق بشأن هذه الحادثة. القضاء على إرهابيين في عملية عسكرية وأمنية استباقية في حي الكرمة بالقصرين واستشهد فيها مدني. غلق قائمة الناخبين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والثاني من سبتمبر موعد فتح باب الترشحات لعضوية المجلس. ونذكر مشاهدينا الكرام أن 363 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.